قرب الله. فخطئ أن تمر هذه المهدر وخطئ أن ينجح في مخططه مع أنه مدعوم دعما دوليا كبيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى كلمته ستكون هي الناجحة في هذا المجال. طبعا بعد قليل أخي ناصر سيتكلم لنا عن الوضع السياسي ويتناول ربما دستور، أنا لا أريد أن أطول كثيرا، ولكن أحب أن أقول لكم كل ما بعرف إذا كنتم موجودين في اجتماع التنسيقية الأخير اللي حصل في انتخابات. انت لازم تقرب عليه. فاللي حصل مهما حصلت الظروف، ولكن انا برايي انتهت بنتيجه ايجابيه وبانتخابات معقوله، مو لاني انا صرت رئيس تنسيقيه، بس على الاقل انه تم هناك عمليه انتخابيه بشفافيه. ونحن نقول لكم في هذا المجال ستكون الانتخابات القادمه قبل مرور 3 أشهر، ونحن قلنا 3 أشهر، انا بوعدكم راح تتم قبل 3 أشهر ولو بيوم واحد، حتى ما يكون اي تاخر، وحتى يكون هناك مجال لدم جديد يرفض مسيرتي التنسيقيه. رغم انه نحن مستمرين، بس اريد اقول لكم لظروف او لاخرى لما بدانا وكاننا بدينا من اول يوم. فوجدنا انه التنسيقيه لا لها لوجو، ولا هي مسجله كجمعيه، ولا عندها بنك كاب، ولا عندنا بيبر، ولا عندنا شيء. فبدانا الاهم شيء اخذنا في الاتصال فيكم انه الورقه التي سجلت عليها الايميلات للاتصال بقيت مع احد الاخوه، وليس يعني قادرين نجي نتكلم معه ليعطينا اياها. تكلمنا مره وبنتين ووعدنا بان ترسل. بعدين اخي ابو باسل اللي تخيروا عصام الغبره توسط واتصل، وبعد منها وصلتنا بعد بسك بعد 4 أسابيع من الانتخابات. فنحن ما كان عندنا عمليا اي ايميلات لنتصل فيكم. اجت الايميلات حطيناهم، حاولنا نبعث، رجعنا 40 ايميل لانه المشكله لما كتبت فهناك بعض الاحرف غير مقروءه او هناك الاندر وتبر يصير. فرجاء اللي ما وصلوا ايميلات منا اذا بتتكرموا وساعدكم ربي تعطونا ايميلاتكم. ابتدأنا في الجمعية وبدأنا بعدة أمور. كما تعلمون جيدا نحن السوريون، وطبيعة السوري يبدو لي أنه يريد أن يمحص شيء من 20 وجه قبل أن يقبله. فعندما نريد أن نعمل فهناك كثير، ولكن أنا أريد أطمئنكم أنه نحن تجاوزنا كثير من العقبات، شكلنا لجان التنسيقية. الانتخابات كان فيها هيئة إدارية 11 شخص و22 شخص إضافي، بس هذا غير كافي للجان، ونحن دعينا بعض الناس لينضموا للجان. وقدامكم أنا أقول كل شخص عنده رغبة وقادر أنه يساهم، فرجاء ورجاء ورجاء من أجل سوريا ومن أجل شهداء سوريا ساعدونا. هلا بنقول لكم مين هن رؤساء اللجان، وكل لجنة رئيسها راح يعطي بعض حوالي 5 دقائق أنه شو هاللجنة شو حقق وشو بده يعمل. في ورقة موجودة ومتوفرة قدامكم فيها بعض اللي ما عنده نسخة ممكن على بس ما بعرف يعني اخوي اذا بتكرر ماشي اعطيه نسخة للشباب. طبعا ما في هذه الحقيقة كانت من اجتماعنا امبارح، بس الاجتماعات السابقة فيها نشاطات كما هي مضمونة وانا راح اكلمكم فيها عنها. في حاولنا انه نعمل نوع من البناء للجمعيه، وهو بشكل اساسي اللجان. فكان في عندنا لجنه امان سر واستلمها الاخ ابو ايوب والاخ علي خلف. علي على كل حال سيتكلم وابو ايوب سيتكلم. في عندنا الهيئه النشاطات الميدانيه، واللي من الهيئه الاداريه كان فيها ابو ايوب واخ فادي صالح والاخت محمد. النشاطات الميدانية، عندما نتكلم بالنشاطات الميدانية طبعا نتكلم في المظاهرات، نتكلم في كل ما يهتم فيه على الأرض. وأريد لكم أنه هذه اللجان طلبنا منهم لرؤساء اللجان كلهم أن يوافونا بأسماء كل من يرغب أن يعمل، وأن يجتمعوا مرة كل أسبوع ليضعوا خطة عمل، ليناقشوا ما حصل ويضعوا خطة عمل للمستقبل. وفي هذا المجال أريد أن أقول لكم الثورة ليس ثورة التنسيقية،
ولا تزاول اكس ولا واي ولا زد. الثورة ثورة السوريون. الثورة ثورة للسوريين جميعا. وأتمنى من جميع الأخوة الذين يرغبون والذين لديهم الإمكانيات ولهم ملاحظات أن ينضموا لأي لجنة من أجل تطويرها. يد واحدة لا تصفق. حجم العمل كبير. ولازم تتذكروا جيدا أن النظام ليس له رموز بالسر في كل مكان، وهؤلاء الرموز يحاولون بشكل أو بآخر أن يبدو يعني يعقل الأمور. نحن لا نعرفهم ولا نريد أن نشكك في أحد، ولكن بعض الأحيان في شرح بعض الأمور إذا كان الشخص عم يقبض من النظام وعم يساويها بتعزله، فإذا كان ما عم يقبض وعم يساويها ليأخذ من النظام فنحن أي شيء بدنا نفكر فيه هل هو في خدمة النظام ولا هو ضد النظام. فكل شيء بخدمة النظام فنرجو أن نتجنبه، وإذا في ملاحظات حتى سلبيات جل ما لا يخطئ تعالوا ونتكلم ونعمل يد في يد. اللجنة التنظيمية اللي عندنا ماتسر كلمتنا عن ماتسر، وبعد منها النشاطات الميدانية. هلا كل واحد بعدين في عندنا اللجنة السياسية الأخ ناصر، اللجنة الإعلامية الأخ علي خلف، لجنة الإغاثة الإنسانية أخونا محمد أبو زيد، اللجنة المالية الأخ يحيى الوادي، لجنة الاتصالات وحقوق الإنسان والحقوقية أعتقد كم لجان، وفي عنا اللجنة الإغاثية الطبية الدكتور بيني وبين الدكتور جمال الصفدي والأخ أنس دحدل. في هذه الورقة البسيطة اللي أنتم قدامكم واللي أخذتوها نتكلم عن بعض الأمور اللي ساويناها. ولكم صار عندنا مكتب، وهذا المكتب مفتوح للجميع، وإن شاء الله راح نحط فيه شخص متفرغ من الساعة 2 لشي الساعة 9 المساء. وفي المكتب راح يكون 3 كمبيوترات، في 3 مشان العمل على الكمبيوتر، وفي تليفون بدنا نحاول نحط هذا التليفون كهيلب لاين للثورة السورية لما نطلع على التلفزيون أو نطلع على شيء إذا بيحطونا إياه، أنه هذا هيلب لاين، وإن شاء الله يكون في شخص على الجهة الثانية يتكلم إنجليزي وعربي، ونريد أنه نبلش. يعني يبدو للأسف إن شاء الله بشار أسد مستقلة، بس يبدو معركتنا طويلة، والسبب الأساسي حتى الآن في مؤامرة كونية يبدو، أنا ما بعرف شو بدي أقول لكم، بس الوضع مو جيد، بس راح ننتصر، ما عم تفهمون هي غلط أبدا. الشعب السوري اتخذ قرارا حاسما، الموت ولا المزلة، والله سبحانه وتعالى معنا. الشعب السوري مالنا غيرك يا الله، فنحن نقول مالنا غيرك يا الله والمعارضة بالداخل. بالنسبة للأمور اللي شفتوها في بعض البث الإضافات، بالنسبة للمبالغ للداخل الحقيقة 3000 جنيه ماليا، يعني في احنا حوالي 7000 جنيه راحت شيء لمنطقة زرعة، شيء لمنطقة الجزيرة، لمنطقة حمص وبابا عمر. والسبب حمص وبابا عمر أخذوا أكثر شيء لأنه عم يجينا متبرعين يطلبون هالمصاري تروح لبابا عمر. فاليوم اليوم بالضبط 5000 جنيه من أخت باكستانية بدنا نروح لبابا عمر. إذا واحد عم يقول هالمساعدة لبابا عمر أنا ما فيني أعطيها لكرم الشامي، لأنه إذا بدنا نحن نكذب معناتها بلشنا بالغلط. بجوز واحد يقول لي يا أخي نحن في منطقة فلانية محتاجين أكثر، حكيك صح، بس أنا يا أخي ما فيني أغير، إذا عندكم رأي مختلف أنا مستعد أسمع لكم. من يقول هذه الأموال أتبرع بكم لأن تروح للمنطقة الفلانية، إذا ما صار هذا الأمر فنحن في عنا بعض الأخوة اللي بيجوا بيقولوا يا أخي أنا في المنطقة الفلانية بعرف جماعة مضطرين جدا، وبدنا يعني ما عندنا مليون، وإحنا يعني حركة عشرات الآلاف أو 10,000 أو شيء من هيك، بس يعني في نحاول قدر الإمكان أن نستجيب لطلباتهم. يعني أي واحد منكم بيجي ويقول يا أخي نحن بنعرف في المنطقة الفلانية في ناس إخوان مظلومين مضطهدين، ما في شك نحن عمال نخصص قدر الإمكان إذا في هذا المعارضة السورية الفعلية ضد بشار الأسد بالداخل. بالنسبة للنشاطات الإعلامية اللي حصل إنه نحن جينا للعمل وللأسف هذا واكب هجم شرسي قذرة من النظام السوري على شعبنا، وفي مناطق حامية ومحددة هي سوريا حمص وبابا عمر والجبل الزاوية والحقيقة زرعة وكل مكان، فكانت مجزرة الخالدية
وبعدها بدأ موضوع التصميم المصرار النظام على إسقاط الوضع عن الزلزال. فكان هناك يعني تركز كثير على عمل ميداني، يعني تقريبا مثل ما شفتوا مظاهرات، يعني في بتصور لما صارت حادثة الصادية كان يعني نوع من 24 ساعة مظاهرة مستمرة قدام السفارة، وكانت فعلا عبر فيها السوريين عن إقدام والشجاعة. يعني كان في أكثر 300 عنصر أمن، كنا عمال كبر وفر بدنا نقتحم السفارة. نجح بعض الإخوان في، أرجوكم أن تفهموا مني كلمة الإخوان، إذا لم تتبع بالإخوان المسلمين تعني الإخوة، فلأنه كثير ناس يقولوا لي يا أخي الإخوان ما عملوا هذا الشيء، فنحن عم نحكي لأنه كلنا إخوان وكلنا إخوان، فأرجاء أنه ما تفهموا الموضوع يعني بمفهومه أكثر مما يستحمل. فالإخوان طاحشوا في بعض الإخوين، نجحوا في اقتحام السفارة، وبعضهم حاولنا خلال اليوم كر وفر، وبعضهم جرح، وبعضهم سجن، وبعضهم، ولكننا كان في حالة غضب حقيقي ولا زال في حالة الغضب. يعني اليوم كان مقرر يجي أخونا داني عبد الدايم يتكلم لكم من باب عمر، ربنا باب عمر، في اللحظة الأخيرة وصل خبر استشهاد المجموعة تبعه بالكامل، فهو ما قدر يعني قال لي لا أستطيع ملكي، لا أستطيع أن أقف ولا أستطيع أن أتكلم. فيعني نحن نقدر ونعذر، بل كان أنا كنت متفائل أنه يجي ويقول لكم بعض صورة عما يجري في باب عمر، وكيف يقومون أخوتنا المناضلين في سوريا بأعمال فضولية خارقة ضد هذا النظام المجرم. المجموعة الإعلامية له ولا ما سألته؟ والله أنا يعني ما بعرف بالضبط، يعني يعني ما سألته، بس أنا لي فهم مجموعة فضولية، ما بعرف أنا شو المجموعة تبعها. ماشي الحال. فالشغل الثاني أنه بالنسبة للنواحي الإعلامية اللي لم تذكر في هذه الصفحة، موضوع ظهورنا اللي كان كثيف جدا على الإذاعة وعلى التلفزيون والصحف البريطانية وخاصة الإذاعة والتلفزيون، واللي حاولنا نشرح فيها ووضعنا للناس كثيرا. اللي عموم إخواننا التنسيقية حاليا وهو بشكل جيد جدا في ظهور في أمام بعض المساجد بجمع بعض الأموال، واللي بلغت حوالي 2500 لحد الآن، ولكن يعني الموضوع إن شاء الله يكبر، ونريد أن نفعل كل ما نستطيع، كل ما نستطيع نريد أن نفعله. يعني نحن لا نستطيع أن نحمل بندقية ونقاتل، ولا نستطيع أن ننزل نقف قدام بشارات قدام دبابات بشارات بصدور عارية، ولكن نستطيع أن ندعم صمود هذه الثورة. فصمود الثورة أساسي جدا. في مشكلة معقدة على الساحة كلكم تعرفوها، الأمور مو واضحة بروح، يعني شغلات كثير ما بنعرفها وعم تصير في الأوراق العالمية مختلطة بشكل كبير. والسبب الأساسي أنه سوريا لها وضع جغرافي معين، وأنا بقول لكم هلأ إذا بيروحوا أربعة من المجلس الوطني يزوروا إسرائيل، بشار الأسد ما بضل شهر، وهذا الأمر لا أعتقد أنه بشكل رسمي أي مننا أو من أخواننا في المجلس الوطني راح يساووه، وهذا السبب اللي عمال يخلينا يعني نحن مثل ما يعني عمال يضغطوا علينا. طبعا لسببين، السبب الأول إذا سوريا فقدت عدد كبير من الرجال مثل ما صار بالعراق، صار فيها خسارة بشرية وجرح بشري كبير، هذا سيشكل دعم ونصر كبير لإسرائيل. وما بشك يعني إذا حدا يتخيل أمريكا راح تتخيل صدر خطوة واحدة بدون ما فقد إسرائيل، هذا كلام لن ينفع. استفزتك كلمة إسرائيل عم تصورني وقتا، ماشي الحال ما عندي مانع. الموضوع اللي أنا لا في ما يمكن أخواننا كل واحد يحكي ثلاث أربع دقائق عن نشاطاته، وبعدها نريد أن نسمع تساؤلاتكم واقتراحاتكم. رجاء لا تتركوا شيئا لم تقولوه، فنحن نريد أن نعمل ونمثلكم بقدر الإمكان، ومن يقول أننا لا نخطئ هذا غير صحيح. ابن آدم خطاء وجل جلاله من لا يخطئ، ولكننا نقول لكم أننا مستعدون أن نسمع، وبنفس الوقت نريد أن نعمل يد بيد، نريد أن نعمل يد بيد ونشد على بيد 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 أيدينا يدا اليد لحتى ننجح بإذن تعالى في إسقاط هذا النظام المجرم بأسرع ما يمكن إن شاء الله. فأنا هلا بطلب من أخي ناصر قنبوس، تفضل يحكينا عمو رئيس اللجنة السياسية. تفضل أخي. مساء الخير لكم جميعا. في الشأن السياسي الموضوع لا يحتاج لا لتعليق سياسي ولا يحتاج لشرح سياسي، إنما يحتاج لوقفة وشعور بما لما يحصل لأهل الانفتاح السوري.
الموضوع لا يحتاج لأي تنظيم سياسي، الموضوع يحتاج فقط لأن نقف جميعا وراء هذا الشعب بما استطعنا من دعم مادي ومعنوي وإغاثي، وأعتقد بأنكم جميعكم قادرون على ذلك. ولولا شعوركم بالمسؤولية تجاه أهلنا في سوريا لما أتيتم ولما حضرتم. فالتنسيقية يعني لا تعني، التنسيقية عبارة عن موضوع تنظيمي مؤطر يتم من خلاله تقديم المساعدة، وبالنهاية هي واجب علينا كمواطنون سوريون. شيء مهم يحصل في سوريا ليطمئن الجميع على ثورة الشعب السوري، لأنهم أوصلوا رسالة باكرة لهذا النظام المجرم وقالوا له بالحرف الواحد: فلتحملوا أحقادكم وفسادكم ولتجمعوا أشياءكم كي ترحلون، هذه بلادي لن تعود أسيرة، فلقد كسرنا قيدها لو تعلمون، آن الأوان لكي نعيش بأرضنا أحرارا يقتل صوتنا ذل الجنون، آن الأوان لكي نعيش كرامة ونزيل أصناما بناها المجرمون، لن نستكين لقتلكم ولسجنكم، لقد انتهى زمن المذلة والسكون، حمص اليوم تكتب للزمان قصيدة كلماتها أطفال ترعى الطيبين، في الأمس أخبرتكم حوار بأننا سنعيش أحرارا ويبلى القاتلون ويبلى الفاسدون صامدون من حوران لدانياس لحمص لحماسة لإدلب لدير الزور إلى حلب، لكننا اليوم إلى قلب دمشق ذاهبون. هي رسالة واضحة، أهلنا في الداخل يعملون عليها، فلا تخافوا. الشيء الوحيد الذي نحتاج إليه هو أن نشعر وأن نكون على قدر المسؤولية. أهلنا في الداخل جميعهم على اختلاف أطيافهم، على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية، هم متحدون ويجب أن تعلموا ذلك، ولنا فيهم أسوة حسنة، ويجب أن نتحلى بما تحلوا من وحدة وطنية حقيقية. أرجو أن نكون جميعا على قدر المسؤولية. نحن هنا في هذه التنسيقية نتمنى ونتشرف من أي مواطن سوري يجد لديه المقدرة على العطاء والتقديم ومد يد العون للتخفيف عن أهلنا في سوريا أن يكون شريكا حقيقيا معنا. التنسيقية ليست حكرا على أحد، هي لسوريا ومن أبناء سوريا. من يجد بنفسه المقدرة نحن نرحب به كائنا من كان. Well, Ali wants to take a very difficult task to translate a very, very powerful and a beautiful poem, which is actually principle. Okay, fine, I'll give you. First of all, because there is some non-Arabic speakers between us, so mashallah, thank you very much for your attendance. I'll just first of all briefly explain or translate what Dr. Lakra said initially. We are the Syrian Revolution Coordination in the UK. We've been established after the re-election which occurred weeks ago. We did have difficulties in terms of communicating with you due to the fact that the emails we received it really late, in a sense, after 4 weeks of trying. We did have a lot of struggle to get the emails, that's why it was really late to communicate with you through the emails. However, as you could have seen through the establishment of the Facebook, through some activities, that we did our best to coordinate with you. And at the end of the day, it's called a coordination, like coordination between the efforts, between us all. So not only us who has been elected, like the 11 people inside the Tanseekiah. No, we do expect everyone who is able to coordinate with us just to put some efforts and join us, because all of us, we are working on one thing, which is get Syria free and get rid of Bashar al-Assad and help the people inside Syria. I'm sure that a lot of you guys and girls do agree with me, but unfortunately, we do need some more efforts. In a sense, we need to stick to
Syria efforts away from the personal agendas, etc. That's another thing I would comment on later. However, the most important thing is in terms of people said we didn't receive emails from you. Yes, it is true. We did have difficulties getting the emails, and also as Dr. Akra said, after me sending the emails yesterday, 40 emails were bounced. 40 emails. So my advice would be is if you didn't receive any email, any notification from us, you need to give us your email address. And this time, preferably, there is a little sticker that will be running around. It's just an email. Just send your email address there. I mean, just send us, say, hi, or what's your name, and along with your mobile number, and we'll add it to the list. This is one thing. And the final thing, in terms of the poem, mashallah, the brother was, it's a very, very powerful poem. It said, it started from Horan and then it went to Idlib. I'm sorry, just briefly I'll go through it. He just threw all the cities saying that we are working hard, we will get Syria free. It started in Daraa and inshallah it will finish all around. A lot of Syria will be free. بسحب بطاقاتهم سواء كانوا في وسط نقل او في سوق عام او في اي مكان واجبارهم على الاستبدال. انتم تعلمون ونحن نعلم بان الدستور القديم لم يعمل به اصلا والدستور الجديد لن يعمل به اصلا. تعلمون كلكم بان الدستور القديم تم تعديله في اقل من ربع ساعه بما يتناسب وما قال بشار الأسد. ونحن متأكدون وواثقون بأن الدستور الجديد وبعد ما يقرب من 27 عام سيتم تعديله بما يتناسب ومقاس حافظ الثاني له الله الله. فلذلك يعني أنا أرى بأن الحديث فيما يتعلق بالدستور وفي هذا الشهر هو مضيعة للوقت. أرى أن نعمل بجد في مواضيع أخرى تهم ويستفاد منها بالنسبة لأهلنا في الداخل. فهذا أفضل. شكرا لك. هلا أخي أبو أيوب رئيس اللجنة النشاطات الميدانية محمد معنون ظاهر. اوكي فأنا هلا أبو أيوب بحب تفضل يقول لنا شو اللي تفضل. وهلا يعني بدنا دور علي بشكل جيد في الترجمه يستحضر اللغه الانجليزيه ودقائق وما نظرا تستقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم الانتخاب تنسيقية الثورة السورية في بريطانيا بتاريخ 29/1/2012 يوم الأحد. فكان أول اجتماع للتنسيقية في اليوم الثاني بتاريخ 30/1/2012. وخلال الاجتماع تم مناقشة تشكيل اللجان ومن ثم كانت الظروف في الداخل تجبرنا على تقديم الأولوية للتظاهر وبخاصة بعد ما زرت الخالدية وكلكم يعلم ما حدث حضرة الخالدية. ولله الحمد تم اقتحام السفارة الأسدية لمحاولة التحرير ولكن كانت الظروف ضدنا بعض الشيء. ولكن أثبتنا لعصابة الأسد بالسفارة أنه نحن في الخارج لن نسكت بعد اليوم على سفك الدماء في سوريا حبيبا. وبتاريخ 4/2 يوم السبت بعد محاولة الاقتحام في منتصف الليل الكل شاهد وكانت أيضا محاولة اقتحام بالنهار لم تكن ناجحة. ولكن الحمد لله الأبطال قاموا بالواجب بالتعليم على سفارة الأسد. ولكن ما كسبناه من هذه المحاولة التواجد الإعلامي الكثيف كما تعرفون وكلكم شاهد ذلك. وبعد هذه المحاولة كانت كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تبحث عن نشاطات الجالية السورية في بريطانيا أو على وجه التحديد في لندن. ومن يوم اتخاذ التنسيقية لله الحمد كانت حوالي 17 مظاهرة. الأكثر كان على باب السفارة
السفارة الصينية والروسية أكثر من مرة، وتظاهرنا أثناء مؤتمر الصومال بتاريخ 23/2012، ولكن يحس بالنفس كان الوجود خجول جدا من الجانب السوري، اقتصر عليه وعلى الأخت محمد، وقبلها كان بعض الأخوات على بار الاجتماع الأول، وكان بعضها بعض الأخوة أخ من المغرب وأخ من العراق والأخوة المصريين. فبناء على تطور الأحداث بعد استخدام الفيتو الروس الصيني، نزلنا على الفيسبوك أن سيكون أسبوع الغضب السوري في لندن، وعلينا نحن مصرين على الاعتصام يوميا أمام السفارة ابتداء من الساعة 8 مساء، والحمد لله كان التواجد جيد. وبالنسبة للنشاطات حسب تطورات الأوضاع في سوريا، وأي شخص يريد معرفة نشاطات يتابع موقع الفيسبوك لتنسيقية الثورة السورية في بريطانيا الذي سيوزع لكم قريبا وسيكتب على الموقع. فالبيت نشاط التنسيقية توقعوا أن نعلن الذهاب إلى أي سفارة حتى تطورات الموقف السياسي للدول الداعمة للأسد. أما السفارة الأسدية يكون التظاهر أو طبيعة المظاهرة حسب ارتفاع وتيرة الاعتداء من قبل عصابة المجرم بشارون، وكلنا يعرف ولا أتدخل بالأمور السياسية أو الإعلامية أن هذا المجرم لم يكن في يوم من الأيام صادق بأي كلام قاله من يوم ولدته أمه، إلا في كلام واحد عندما قال إن هناك مؤامرة كونية على سوريا. لقد صدق بشارون، ولكن على سوريا كشعب وليس كنظام. العالم كله مع بشار الأسد عربا وعجما، ولكن حسم أمر بشار السوري. فكل من عليه مسؤولية لدعم هذا الشعب الذي ليس له الآن إلا الله عز وجل. وأعلنه ما بدي أضيف الحديث والشعارات الثورة في سوريا واضحة للجميع، وأي شيء نحاول القيام فيه على باب السفارة أو داون ستريت أو أي سفارة ثانية هو عبارة عن صورة تطبق الأصل لما يجري في الداخل من شعارات أو هتافات أو حتى أهازيج. فأي ملاحظة بالنسبة لما يخص اللجنة التنظيمية أو التظاهرات في صارت بيت الشكاوي، إيميل التنسيقية موجود، ونتقبل بصدر رحب أي انتقاد يكون بناء ويقدم الثورة في الداخل حصرا.